انتفاضة الأقصى طريقنا إلى التحرير شعار أسبوع الأقصى الذي دأبت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة على تنظيمه سنويا في موريتانيا. ويقول القائمون على تنظيم هذا الأسبوع إنه يأتي في ظرفية زمنية وتاريخية صعبة تعيشها القدس هذه الأيام. يأتي هذا الأسبوع في ظرف تاريخي خاص وفي مرحلة هامة تمر بها أمتنا في أصقاع مختلفة من خارطتها الجغرافية، لكن ما يميزها هناك في القدس في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس هو تلك الانتفاضة العارمة التي خرجت كالمارد من قمقمه في كل مكان من أرض فلسطين المباركة، في الضفة الغربية، في الخليل، في نابلس، في رام الله، في داخل فلسطين المحتل، في القدس، في يافا، في عكا، في كل مكان تعلن بكل وضوح أن الانتهاكات والحماقات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والتدريس الممنهج له سيتوقف، سينتهي. نعم سينتهي، وسينتهي معه الاحتلال الصهيوني الغاصب كذلك. انطلاقة الأسبوع عرفت حضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية في موريتانيا ودول مشاورة. وقد أشاد الأمين العام للإئتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين منير سعيد بالجهود التي تبذلها المبادرة الطلابية والشعب الموريتاني من أجل الدفاع عن القدس الشريف والمسجد الأقصى. كنس الشعب الموريتاني من أرضه هذا العدو الصهيوني، وقلت في نفسي أن اليوم قادم. 70 عاما وهم يغرسون هذا الكيان في جسدنا، ولكنه إلى زوال. هم يؤمنون أنه إلى زوال، ونحن نؤمن أنه إلى زوال، ونحن نعمل لإزالته، وأنتم سندنا، وأنتم مددنا، وأنتم جيل التحرير القادم. ويستمر أسبوع الأقصى 3 أيام في العاصمة نواكشوط، ويشمل ندوات مختلفة إضافة إلى مهرجانات طلابية في مختلف كليات المركب الجامعي الجديد، وذلك من أجل توعية الطلاب الجامعيين بمكانة القدس والمقدسات الإسلامية في نفوس الموريتانيين.